مساءكم خير بحلقة جديدة من برنامج اسأل القانون. اليوم حلقتنا راح تكون رد على استشاراتكم اللي وصلت لنا على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج اسأل القانون. ونبلش بأول الأسئلة. تم الطلاق والزوجة كذبت أن عندها بنت قاصر وتطلب طليقها نفقة، لكن البنت موظفة وغير قاصر، شنو عقوبتها؟ خلونا من قاصر أو مقاصر لأن هذه ما فيها مشكلة، ولكن البنت تكون موظفة، مجرد ما الأبناء يشتغلون المفروض أن النفقات توقف. إما الأم اللي هي الحاضنة تروح تقدم ورقة تثبت بملف التنفيذ أن بنتها تشتغل، أو تروح توقف النفقة بدون حتى مستندات وتقول أنا بوقف نفقة البنت هذه أو الولد هذا لأنه حاليا اشتغلوا. يقدر الأبو أنه هو يرفع قضية ويطالب بالنفقات السابقة اللي البنت استلمتهم بدون وجه حق لأنها كانت تستلم نفقات وهي تشتغل. سؤالنا الثاني يقول: أنا عندي حكم حضانة وما تطلقت للحين، يصير أخذ تصريح من القاضي أسافر أنا وعيالي؟ شوفوا، الأم أو الأب الحاضنين تقدرون تسافرون مع عيالكم متى ما تبون، ولكن إذا كان الطرف الثاني اللي هو المحاضن سواء أم أو أبو عندهم حكم رؤية لازم تلتزمون بحكم الرؤية. فإذا كانت مثلا الرؤية يوم الجمعة وكانت أنتوا سفرتكم من السبت خنقول الخميس، معناته ما تعارضت مع الرؤية، فبهالحالة أنتم مو محتاجين تأخذون إذن، أنت كحاضن أو كحاضنة أم أو أب ما يحتاج تأخذون إذن الطرف الثاني لأنكم ما راح تتخلفون عن الرؤية. ولكن إذا كانت سفرتكم أثناء الرؤية، واحد من الحلين، إما يصير اتفاق ودي بين الأب والأم إذا كان الوضع يسمح للاتفاق، أو أن الأم أو الأب اللي عندهم الحضانة يرفعون قضية اسمها إذن سفر. هذه القضية تنرفع حق القاضي، تطلبون فيها أن أنتم بتسافرون من هالوقت لهالوقت، وأن أنتم على استعداد أن أنتم تعطون الطرف صاحب الرؤية اللي هو الطرف الثاني بدل عن الأيام اللي ما خليتوا العيال يشوفون أبوهم أو أمهم بسبب السفر. والمحكمة إما تقبل أو ترفض، طبعا يعتمد على المستندات والأدلة وكل اللي أنتم قدمتوه حق إذن السفر. فإذن السفر مطلوب إذا كان في حكم رؤية للطرف الثاني. السؤال اللي بعده: أبو زوجي كان يشتغل بأحد الوزارات خلينا نقول، وتم إرساله دورة بخارج الكويت وتوفي أثناء هذه الدورة ولم يعتبر شهيد. إنزين، ما اعتبر شهيد، ليش توفى أو شنو أسباب الوفاة؟ يعتمد على أسباب الوفاة. إذا كان متوفي خارج ساعات الدورة، إذا كان متوفي مثلا بسبب يعني بعيد الشر عنكم ومحشومين أكيد كلكم، ولكن مثلا كان جرعة زايدة تعاطي، مثلا كان سايق سيارة أثناء مثلا شارب مواد مخدرة، يعتمد على سبب الوفاة. إذا ما كانت الوفاة للأسباب اللي أنا قلتها وكان الوفاة أثناء تواجده بالدورة أو أثناء عمله، هني شو تسوون؟ تقدمون تظلم لجهة العمل. إذا الجهة رفضت أنها تعتبر شهيد فترفعون قضية عقب طواف مواعيد التظلم، ترفعون قضية وتطالبون المحكمة بإنصافكم إذا هو يعتبر شهيد أو لا. السؤال اللي بعده: عندي حكم إيقاف تنفيذ للرؤية، لكن طليقي أخذ غياباتي من مركز الرؤية وقدم قضية إسقاط حضانة، هل راح يكسبها ولا لا؟ طبعا إنه يكسبها أو لا ما نقدر نحكم إلا لما نشوف الأوراق والمستندات، ولكن إذا الملف متوقف من قاضي الرؤية، يعني مركز الرؤية عندهم قاضي هو اللي ماسك إجراءاتهم كاملة، إذا القاضي نفسه وقف ملف التنفيذ أصلا المفروض ما يقدر يسوي إثباتات حالة. ولكن إذا عندك الشهادة اللي تثبت أن الملف مغلق من القاضي نفسه، تقدمين هذه الورقة في قضية إسقاط الحضانة عشان تثبتين للمحكمة أنك أنت ما تخلفتي عن الرؤية، ولكن الملف بكبرة كان مسكر على حسب طبعا الأسباب اللي على أساسها تم إغلاق ملف الرؤية. السؤال اللي بعده يقول: أنا سويت وكالة عامة لشخص ولغيتها، هل يتم نشر الإلغاء بكل الجهات عشان أضمن حقي سواء بنوك أو جهات حكومية؟ هذا سؤال وايد حلو وايد مهم. مجرد إلغاءكم للوكالة هذا مو معناته أن الوكالة فعلا انلغت. الوكالة علشان يتم إلغائها لازم تبلغين الشخص اللي ألغيتي وكالته. يعني مثلا أنت مسويت لي أنا توكيل
علشان أنا أوقف استخدام هذه الورقة وهذه الوكالة لازم تبلغيني، والبلاغ يكون عن طريق المحكمة، تبليغي بإلغاء الوكالة أو تيبين لي الوكالة الملغية، أوقع أني أنا علمت واستلمت الوكالة الملغية. هني أنا أكون مسؤولة إذا استخدمت الوكالة عقب ما انتهت، فأي تصرف أسويه بالوكالة الملغية ترجعين علي أنا بالتعويض أو بالضرر أو بالفلوس اللي مثلا أنا أخذتها بدون وجه حق، أو أي تصرف أنا سويته بالوكالة الملغية اللي وصل لي العلم إنها هي ملغية. خلنا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي أسئلتنا. لطرح أسئلتكم واستفساراتكم حول القضايا الخاصة بكم، شاركونا على هاشتاغ اسأل القانون بمنصات التواصل الاجتماعي، وسيتم الرد على أسئلتكم خلال حلقاتنا اليومية في برنامج اسأل القانون مع المحامي محمد الجاسم والمحامية مريم المؤمن والمحامية مي الكندري. ورجعنا لكم من بعد الفاصل. حلقتنا اليوم رد على استشاراتكم اللي وصلت لنا على برامج التواصل الاجتماعي على هاشتاغ اسأل القانون. السؤال التالي يقول: دكتورة سوت خطأ طبي مع أمي وما بلغتنا بالخطأ وسبب لها مضرة ودخول عناية مركزة وعمليات، هل لو رفعت قضية تتحاسب ولا لا؟ شوفوا، هو في نوعين من أنواع القضايا، إما الضرر اللي صابكم هو ضرر بسيط والخطأ اللي بدر من الدكتورة خطأ وارد، هني ترفعون قضية اسمها ندب الطب الشرعي علشان يحددون الأضرار ويحددون مدى خطأ الدكتورة. إنزين، أما إذا كان الضرر اللي صاب الوالدة تقوم لكم بالسلامة إن شاء الله جسيم، يعني مثل ما أنتم قاعد تقولون هني عناية مركزة وعمليات وغيرها، إذا كان الخطأ جسيم هني تقدمون شكوى بإدارة التراخيص الطبية، راح يسوون لجنة ويحققون في الموضوع، وبعدين إذا اكتشفوا أن الخطأ جسيم اللي صار من الدكتورة يتم إحالة الملف إلى النيابة العامة، وعلى حسب الفعل اللي تم ارتكابه توجه لها التهم جنائية. يعني الموضوع جدا مو سهل وممكن يوصل لحبس، لسحب رخص، لإنذار، فالقضية هني تقدمونها إما ندب الطب الشرعي أو شكوى إلى إدارة التراخيص الطبية على حسب الضرر اللي صاير. السؤال اللي بعده يقول أيضا عن الوكالة: إذا قطعت التوكيل أو قطعت التوكيل يعتبر ملغي؟ لا طبعا ما يعتبر ملغي، لأن أي شخص أنت تسوي له وكالة وضاعت هذه الوكالة يقدر يروح وزارة العدل إدارة التوثيقات ويطلع بدل فاقد، فتقطيع أو مزق أو إتلاف التوكيل هذا مو معناته أن هي ملغية، ممكن استخراج ورقة ثانية أو توكيل آخر من وزارة العدل واستخدامه بطريقة قانونية 100%. فالتوكيل عشان يلغي مثل ما قلت لكم تقومون بإلغائه وتبليغ الموكل أو الوكيل اللي أنتم موكلينه. السؤال اللي بعده يقول: هل من الممكن رد الزوجة إذا كان الطلاق محرم وانتهت العدة؟ لحظة، الطلاق محرم هذا تحتاج فتوى شرعية، فاللي يصير تروحون إما إدارة الفتوى والتشريع علشان تاخذون فتوى من دار الإفتاء، أو تروحون المحكمة، وهناك في كثير من الموثقين يقدرون يعطونكم الفتوى الشرعية اللي تناسب الموضوع هذا ويقولون لكم إذا الطلاق تم ولا ما تم. إذا الطلاق تم فوثقتوه بالمحكمة فهني يتم الزواج بمهر وعقد يدد، أما إذا الطلاق ما تم ولم يتم تثبيته فخلاص أموركم طيبة ويمشي عقد الزواج اللي قبل في مواجهتكم. ولكن إذا كانت هذه مثلا الطلقة الثالثة وتم توثيقها، فأنتوا هني مضطرين أن ترفعون قضية لإبطال هذه الطلقة لأن تم توثيقها بورقة رسمية. إنزين، السؤال اللي بعده يقول: ما هي طريقة بيع بيت يملكه مجموعة من الورثة؟ جميعهم متفق على البيت لكن أحدهم يعاني من إعاقة عقلية. زين، الشخص هذا اللي عنده إعاقة عقلية يفترض أن في أحد وصي عليه. وشون يكون في أحد وصي عليه؟ معناته أحد من أقاربه اللي هو المفروض أنتوا، لأن أنتوا دامكم كلكم تملكون العقار فأنتوا ورثة فأقرباء، يكون واحد فيكم حاجر على هذا الأخ اللي نقول مثلا أو العم أو اللي هو، يعني لازم تحجرون عليه علشان أنتوا تنوبون عنه في التصرفات. وفي حالات معينة الشخص الوصي يقدر يبيع مباشرة أو أنه هو ياخذ إذن من القاضي بالبيع، فالشخص هذا اللي مو كامل الأهلية لازم يكون أحد حاجر عليه
علشان يقوم في إدارة شؤونه. وأعتقد وصلنا حق آخر سؤال، إن شاء الله رح يكون خفيف وبسيط عليكم. تغيير اللقب، شوفوا هذا السؤال يعني عام، وعلشان نغير اللقب أو نغير الاسم أو غيره أحتاج أعرف وايد تفاصيل عشان أجاوب عليه، ولكن الإجراءات بشكل مبسط هو طلب يتقدم حق لجنة دعاوي النسب موجودين في شرق، تقدمون الطلب، راح يتم التحقيق في الموضوع، وعلى أساسه إذا تستحقون راح يتم إضافة اللقب من لجنة دعاوي النسب. إذا لجنة دعاوي النسب رفضت طلبكم يتحول الموضوع من اللجنة إلى المحكمة. وصلنا حق نهاية حلقتنا، ونشوفكم إن شاء الله بحلقات جديدة من برنامج اسأل القانون.